يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اشتهر عند الناس هذه المقولة وهي أمر الله من سعة، فما مدى صحة هذه العبارة؟ يقولون هذا الإنسان المستعجل يقولون له لا تستعجل، أمر الله من سعة، يعني أن الله جل وعلا أنه يسر الأمور، الله يسر الأمور ووسع على الناس، وسع على الناس. نعم، لا بأس بذلك. نعم.